لكن يا للروعة! ياه! نفس كلامي! أوه اللحظة! بصراحة لا أصدق أننا هنا مع دي جي داستر! سنراه بعيوننا وجهاً لوجه ونحتفل معه بيوم الأرض! نعم! انظر إلي! سأكلمك بالإشارة! لا أسمع ولا كلمة! شغل أذنيك! وبالمرة شغل عقلك! إشارتك ليست جزءا من الرقصة. السماعة! السماعة! ها؟ سماعة! السماعة ستسقط علي. قلتها ألف مرة. لحظة، أسمعك الآن بوضوح. فجوة صوتية. اصطدام موجتين صوتيتين يؤدي لإلغائهما تماما. سوري، لا وقت للفيزياء. فور أرض يقول لا صوت يعلو على المعركة. ماذا؟ شكرا يا أحمر، شكرا وأكثر. يلا داستر، يلا داستر. غريب صاحبنا. مجانين داستر، في رأسهم موسيقى وبس، ألا تعلم؟ لحظة، أسمعك من جديد. تحركت السماعة، فجوة صوتية. غريب، حزام أمان السماعة تم قطعه عمدا، كأن شخصا يستهدف إيذاء الناس. بل وأكثر، انظري. خطفوه، سأتصل بجدي فورا. لا، إنها حالة خطف، اتصلي بجدي فورا. جوين، كيف حالك؟ لا أسمعك ولا كلمة. ممكن بيدي دامبر يخفض الصوت؟ أوكي، أكيد تتصلين للاستئذان في البقاء في الحفل، لا بأس. نعم، يلا باي. جدي، ألو. مشاهدي بورتلاند الأعزاء، أهلا بكم في عرضي الكبير. ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ دي جي داستر خطف. الخروج من الحفل ممنوع. والآن مع عرضي الأول دي جي داستر. لا أصدق أذني. لن أسمعكم أي موسيقى، بل سأسمعكم جميعاً. صوت الدمار إذا لم يتم تنفيذ مطالبي. ومن تظن نفسك؟ لورد ديسيبل، صاحب الصوت المدمر. إذا لم أحصل على 10 ملايين دولار خلال 10 دقائق سأصعق المنطقة بأكملها صوتياً حتى تغرق في المحيط. الساعة لا تعمل، ماذا سنفعل؟ يجب إطفاء لوحة تشغيل هذا المجرم. أصوت للفكرة.